كنيسة ماري جرجس بالمنيا تعتبر من أقدم الكنائس اللي موجودة في المنيا، وتم تجديدها وإعادة بناها أكتر من مرة، آخرها كان سنة 2004. عندنا لوحة رخامية موجودة من زمان مكتوب عليها إن هذه الكنيسة كان مجدد بناها سنة 1590، وده معناه إن هي موجودة قبل كده بفترة لا تقل عن 100 سنة أو أكتر. كانت بتعتبر أحد الأديرة اللي كانت منتشرة في صعيد مصر، وكان ليها اسم دارج اسمه منطقة دير العسل. الكنيسة بتتميز بأن هي مبنية على شكل سفينة، وده كان أحد الرموز أو أحد الطرز المعمارية اللي بتبنى عليها الكنائس قديما، وبتضم أيضا أربع مذابح، تضم مجموعة من الأيقونات بالفن القبطي موجودة على حوائط الكنيسة كلها. رفات الشهداء بيعتبر ذخيرة عظيمة جدا. الكنيسة بتخدم الناس خدمات كتير، طبعا بلا شك الخدمة الأولى هي الخدمة الروحية. الجانب الثاني اللي هو الجانب الثقافي، الكنيسة غير خاضعة لوزارة الآثار، والأيقونات اللي فيها بتحفظ حفظ مهم جدا. بعدنا عن استخدام الورنيش من أجل تلميع الصور، بعدنا عن الإضاءة الشديدة اللي ممكن تأثر على الألوان، ووضعنا الغلاف الزجاجي من أجل المحافظة عليها من الرطوبة ومن عوامل التأثير الأخرى. فلما كان بيجي السياح إلى محافظة المنيا للزيارة، كان بتعتبر كنيسة ماري جرجس أحد المناطق الهامة اللي السياح بيحبوا إن هم يزوروا الكنيسة ويتفرجوا على الحاجات اللي موجودة فيها. نتمنى طبعا إن السياحة تعود إلى سابق عهدها، لأن مصر كلها بتعتبر منطقة سياحية عالمية ينبغي أن تأخذ حقها من الاهتمام.